السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نكمل الموضوع. جميل، احنا عملنا في الداخل سيتنج الانيت. ايضا راح نحتاج شنو؟ راح نحتاج نضع معلومات السيتنج في داخل السيتنج نفسها، لان هاي اشياء لها علاقة في البروجكت. ففي السيتنج هحتاج انه اعمل ملف اخر، هذا الملف حسميها بيز، اوكي، دوت باي. صار عندي ملف اخر اللي هو base.py. في base.py كل الاشياء اللي موجوده في داخل السيتنج اعمل select all copy، واجي في base افتحها اعمل paste. اذا انا قمت بنسخ كل المحتويات اللي موجوده في all setting. هذا all setting حيكون يمك موجود مثل باك اب في حال اذا base صار بها مشكله، تستطيع انه تاخذ من عند الملفات. جميل جدا. اذا انا حتى اخلي السيتنج يعمل initialize، يعمل اقلاع للبيز، احتاج انه اذكر في الانيت انه بمجرد ما الابلكيشن التطبيق او البروجكت يبحث عن الاعدادات، مفروض الاعدادات تكون مهيئه. فكيف تكون مهيئه؟ لازم اهيئها في داخل الانيت، كون انه هذا يحتوي في داخل دايركتوري سيتنج. فكل اللي راح احتاجه، احتاج انه اقول from base import all. أي بمعنى كل الأشياء اللي موجودة في البيز قم بجلبها في الانت.py. جميل جدا. بعد ما عملت البيز، بعد ما عملت الانت، يبقى عندي شيء آخر. أنا لو أجي هنا في البيز، هنا أستطيع التلاعب بالبيز براحتي هنا. زين، في البيز أنا اللي ألاحظه، خلينا نشوف هنا، أنا عندي البيز داير او اس باث داير نيم او اس باث داير نيم، ام اذا او اس باث داير نيم، جميل. لاحظ هنا أنا في البيز داير هذا يجلب لك يا ملف، يجلب لك الملف الموجود في السورس، اي بمعنى الاولد سيتنج اللي موجودة في السورس. لكن أنا لو ألاحظ أنه أنا عملت فولدر في داخل الفيرست بروجكت، فما ينفع أنه أنا أجلب هذا الدايركتوري، لأن هذا الدايركتوري هو مسار الأولد سيتنج، والأولد سيتنج أنا غيرت اسمه. فاللي أحتاجه شنو؟ أحتاج أنه أنا أذكر لأنه هو أيضا في داخل ملف آخر اللي هو السيتنج. فكل اللي راح أعمله أنه مجرد أخذ هذا كوبي OS path dir name copy، وأجي قبل ال OS path هنا قبل الفايل، اوكي، اجي اعمل قوس اخر، واجي اعمل بيست، واجي هنا انا اضيف قوس اخير. هذا اللي احتاجه. يعني تاكد ان يكون عندك 4 OS path، 1 2 3 4، 4 OS path معناته يكون عندك الطريقه صحيحه او الكود مضبوط، لانه انت هذا في داخل project، هذا داخل اخر project، هذا ايضا داخل بروجكت. يعني تسلسل حيكون عندك انت ب 1 2 3 وكان موجود عندك السيتنج، لكن هسه حاليا في داخل فولدر اخر، في داخل دايركتوري اخر، فنحتاج انه نذكر الرابع ايضا. هذا هو السبب. زين، بعد ما كملنا هذا نحتاج انه شنو؟ نحتاج انه ننتقل للمرحله الاخرى. لو نجي نعمل كولكت، كنترول سي كلير، نجي نعمل بايثون manage.py collect static، صح، اعمل انتر. زين، هذا ايش يقول لي؟ يقول لي بالفيرست بروجكت static env static root. جميل جدا. خلينا نقول نو no. خلونا نشوف اذا مسحنا هذا، يعني عملنا له cut ومسحنا قوس منه. خلونا نجمع مرة أخرى، نعمل collect static، خلونا نشوف النتيجة. لاحظ هنا أنت عندك شنو؟ عندك project first to project static environment static root. هنا لاحظ هنا هذا دا يأخذ مسار source، دا تلاحظ مسار source first to project source، بعد ذلك static env. هذا شنو؟ الطريقة القديمة، اوكي، قبل نضيف ال OS path dir name. نلاحظ انه هو دا ياخذ من السورس، لكن لما ضفنا له، خلونا نضيفه نعمل كنترول زي، اوكي،
اوكي خلونا نيجي مرة أخرى نعمل نكتب هنا no no ونيجي مرة أخرى نعمل collect static. لاحظ هنا كان يأخذ من source لكن هنا يأخذ من first project static info static root. هذا هي الفكرة. احنا نريد يأخذ من first project لأن احنا source بعد ما نحتاجه من نرفع الانترنت. فهنا نيجي نقول له yes. اوكي سوى التعديلات زين. هاي نقطة رقم واحد. بعد ذلك ايش احتاج؟ احتاج ايضا خلونا نشوف الوقت 5 minutes. نوقف نكمل درس القادم لانه الموضوع شوية طول. مع السلامة.